فرنسا نذهب إلى أسبانيا مع على الهاتف يعني أستاذة رحمة محمود، وهي مصرية مقيمة في أسبانيا. أستاذة رحمة مساء الخير. مساء النور يا أستاذ خالد، أهلا بحضرتك. إيه الوضع عندك في أسبانيا؟ الحياة اليومية ماشية إزاي؟ لا دلوقتي الوضع في صحة أسبانيا صعب جدا. فكرة خلاص إن هم يتحكموا في انتشار المرض أصبحت خارجة عن السيطرة. يعني مثلا النهاردة سجلوا خلاص إجمالي المصابين 34,000 حالة، وفي اليوم الواحد دلوقتي بدأنا خلاص نوصل 4,000 و5,000 حالة. فحقيقي ان الوضع صعب والحياه شبه خلاص واقفه. طب يومكم بيمشي ازاي؟ الشوارع فيها ايه؟ بتجيبوا الاكل ازاي؟ هو احنا الاكل عادي ممكن ننزل نجيبه، بس لازم يعني الشرطه تكون عندها زي جزء اختار. يعني انا بما اني عايشه في سكن جامعي، قبل ما بخرج مثلا بقول للشرطه وخلاص عادي. اول ما بنروح مثلا المكان اللي هنشتري منه الحاجه بيوقفونا كلنا كصف، ويبداوا يدخلوا مثلا اتنين اتنين بحيث ان يكون مثلا في المكان جوه 20 فرد بس على الاكثر. يعني عشان تنزلي بتستأذني من الشرطه؟ طب ازاي يعني؟ عشان انا كان في سكن جامعي، احنا لازم عشان كده، لان احنا كان عندنا ظهر حاله مثلا في السكن الجامعي، فهم كانوا خايفين فهم عايزين يسيطروا اكتر على الوضع. طب وفي السكن الجامعي ده بتتقابلوا ولا بتلتقوا مع بعض ولا كل واحد برضه قاعد في اوضته؟ وانا بصراحه عن نفسي ما بقابلش اي حد خالص، لكن للاسف في ناس كتير هنا مستهتره جدا وكلهم برضه بيقعدوا مع بعض مع ان الوضع خلاص سيء، لكن انا عن نفسي ما بقعدش مع اي حد بصراحه. طيب انت يعني ما فيش اي نشاط دلوقتي، كل وسائل الاتصال منقطعه، وسائل المواصلات منقطعه، ما فيش حد بينزل الشوارع الا بالاذن للحصول على المواد الغذائيه. هو ده فعلا، بس هو لسه في وسائل مواصلات لان في جزء من العاملين في الدوله لسه شغالين. حاجه مثلا زي اللي مثلا الصيدليات او الناس دي بيكونوا عايزين مثلا يتنقلوا من بيوتهم، فبيطلعوا مثلا اللي هم يركبوا بس مثلا بكارنيه يثبت ان هو شغال ايه. طب ايه الارشادات اللي وجهوها لكم في المدينه الجامعيه؟ هو مثلا هنا كل يوم مثلا يبعتوا لنا لو في حد مثلا عنده حراره عاليه او اللي هو عنده كحه، الحاجات دي كلها لازم الاول يكلم رقم معين وما يطلعش خالص من البيت. ممنوع ان احنا نخرج خالص غير بامر مثلا من الشرطه. كل الحاجات دي. طيب ويتاكدوا مثلا طبعا على نظافه مثلا الغرف، الحاجات دي كلها علشان ما ينقلش مثلا اي عدوى لاي شخص اخر. طيب شكرا يا رحمه، وخلي بالك على نفسك، وان شاء الله ربنا يسلمك ويسلم كل المصريين اللي في اسبانيا.